ما دام انت بخير الله يبارك فيك. الله يسلمك. بغيت ابو محمد بس وياك ابو محمد حبيبي امر. حياك الله ابو محمد. سلم عمرك. انا ودي اسوي حجامه دائم بس مره سويت ودخت على طول يعني على طول ادوخ. انزين احنا اللي يدوخ يقول لنا نسوي حجامه وهو نايم ما نقعده. ايه. فنقول له يقول والله ادوخ ماكو مشكله فننوم على ينام ونسوي حجامه. لما يدوخ يكون نايم يخلص تروح من الدوخه، لكن في بعضهم لا مثلا هو قاعد يسوي حجامه يكون يدوخ مثلا يطيح، فاحنا نقول له نام احسن لك. كذي يعني سؤال عندنا عند غيرنا يعني حتى لو سويت عند واحد ثاني نام خليه يسوي لك حجامه، حتى لو دخت ما راح تطيح، راح تفز وتقوم مره ثانيه. طول عمرك ابو محمد. حبيبي عمرك ان شاء الله. عندي طال عمرك روماتيز حاده توها طلعت معي. ما اقدر اصفط الرجلين اصلي مره واحده يعني شادات علي تسوي لي رخاوه بالعصب تحت المصفر. اعطيك شغله واحده عمي. ايوه. قبل كل وجبه بنص ساعه اشرب كوب. أيوة. ماي مغلي. ايوه. كوب ماي مغلي ماي حار. ايوه. 10 15 يوم انت تصفط لك، 20 يوم تلعب كره، 30 يوم تقول جول، بعد ايش تبي؟ الله يطول يا عمر. لان الماي الحار راح وايد يساعد بالمفاصل بالامور كثيره انت سوها، حتى حق السكر حق الكوليسترول حق كل شيء. ماي مغلي بس ماي مغلي ترمس تحطه وتشربه قبل كل وجبه بنص ساعه. 10 15 يوم تحس مفاصلك شغلات كثيره تصير. فوق هذا احنا نقول حق اللي مثلا عندما الروماتيزم نقول له نقع ريولك حشاك بالماعون. كم ارتك هذه الجلسه؟ انا احسن لي. لا خليك مع هذا. زين فنقول له نقع ريلك بماي حار على اساس الماي حار زين حق الروماتيزم وشغلات كثيره كذي. خلاص شكرا يا افلا. تفضل اسمع ابو محمد. مثل اللي بيجي من السعوديه حاجز عندك متى هذا؟ والله شوف عمي اسال عن جاسم بهمن. احنا السعوديه خاصه عرفت زين يا ابو محمد. لا لا احنا السعوديه عامه خاصه كل سعودي ما نقول له تاخذ رقم، لان الناس لازم كل كويتي يعرف السعوديه من ملك لراع البنزين دين على رقابنا. فاحنا كل واحد نقول له تعال من غير رقم، قول انا سعودي ودش الساعه 12 قبل الكويتيين. الكويتي ياخذ رقم، لكن السعودي لا في دين برقبتنا ما ننسى عمي. سوى حق الكويت شيء ما حد سوى لهم، فهذا اقل ما احنا نقوم واجبنا. العنوان لو العنوان فلتشه قطعه 19 صباح السالم. صباح السالم قطعه 10 قطعه 10 الشارع الثاني. الشارع الثاني جاده 8 جاده 8 منزل 46 منزل 46. وصل لك العنوان يا مفلح. متشكرين يا ابو محمد وبرنامجكم هذا. معي اتصال ثاني. زين